ضيفتي هذا الأسبوع هي فاطمة البنوي، وراح أخبركم ليش اخترتها. أولاً لأنها الواجهة الجديدة والجيل الجديد من المملكة العربية السعودية. حس إنها نعمة وإضافة لي ولجيلي إنه حس بالماضي كمان. ثانياً لأنها ممثلة ومخرجة واستطاعت أن تبرز في الاثنين. كان جداً مهم إني أقنع نفسي إنه أوكي إني أجرب شيء ما حد حطني فيه أو ما حد شافني فيه. ممتنة دائماً لعائلتها ووالديها اللي دعموها منذ الصغر. اللي هو قد إيش أشتغل على المشروع وقد إيش أقول إنه خلاص هو جاهز يلا للانطلاق. I'm like بابا وماما you need to solve this. عشقها للسينما كبرى لدرجة أنها كانت تعمل private screening بالبيت لأفلام أبيض وأسود. السينما الأوروبية الصامتة اللي أهلي وقتها قالوا لا خلاص إحنا كذا وبس. تستمد قوتها ومشاريعها من قصص الناس وتجاربهم الحقيقية. كل من شارك فن أدائي كل من الناس تجي immediately بعده وتقول كيف أقدر أشارك قصتي. دراستها لعلم النفس تجعلها أحياناً صعبة التحليل. Yes, she is deep. صرت حتى أنا يعني في حرب داخلية قد إيش لازم أتنازل على هذه التوقعات وقد إيش لازم لا أتبناها وأعيش بيها. وأكثر شيء عجبني فيها هو جرأتها. اللي ما يحب يشوفه فهو عنده عمى ألوان وهذه مو مشكلتي. فاطمة مساء الخير. أهلا بك. عن جد I'm so happy كتير سعيدة إنه أنا موجود معك. والله أنا سعيدة إننا مع بعض. إيه we've been هيك بنراقبك من بعيد. صارنا فترة couple of years مين هذا rising shining star اللي جاية من المملكة and here we go. مين كان يصدق إنه إحنا اليوم راح نتقابل في جدة؟ صح. في مهرجان للسينما. متخصص بالسينما متخصص في قلب جدة. في قلب جدة. قديش you are happy and proud باللي قاعد يصير. والله I am ultimate happiness. Euphoria. It's like a dream. يعني حقيقي ما أعرف وإحنا صغار يقولون لنا نحلم بس تتعلم إنه حقيقي تحلم لما تكبر. صح. لما نشوف إنه هذه الأحلام ممكن تصير حقيقة تبدأ تقول لا حقيقي أحلم في يعني it's beautiful. Do you consider yourself lucky? تعتبري نفسك محظوظة لأنه I'm gonna tell you why. لأنه في المهرجان كان في الجيلين الجيل اللي صح. عانى بظروف تصوير سيئة صعبة. والجيل الآن اللي حيشوف إن شاء الله صح. أنا أحس يعني صراحة أنا أحس إنه أنا جيلي يعني مخضرم ما بين اللي عانى وما بين اللي دحين في فرصة ودعم وهذه الهيكلة الجديدة والبنية التحتية وحسيت بطعم الاثنين فيمكن أقدر أني أحس بالنعمة وأحس أنها جديدة يمكن الجيل اللي بعدي اللي يعني ظروفه إن شاء الله يا رب تكون أحسن ما يحس بالخلل أو بعدم وجود اللي إحنا بنعيشه اليوم لكن أحس أنها نعمة وإضافة لي ولجيلي أنه حس بالماضي كمان أحس مرة ضروري لأنه it keeps you balanced يعني ما تأخذ الأشياء بسلاسة إنه لا إنه it's you maintain being grateful consistently صح. عندك كذا يعني إحساس بالتقدير وأنا أعتقد إنه دائما الحظ ما هو بس حظ هو جهد يعني الحظ ما يجي من لا شيء هو جهد أكيد. شكله شكل حظ لكن هو وراء الحظ في حقيقي مثابرة وعدم استسلام ويعني إيمان بالأحلام you know هو يمكن وقتها الواحد ما بيحس بهذا الشعور بس بعدين بيقول أوكي أيوة. I've been through it عشان أوصل لهنا بالضبط بس إيه. واليوم شكلها أنه نحن شكلنا محظوظين لكن هي حقيقة أنه اشتغلنا من أجل هذا الحظ تحية للسعودية أنه قاعدين نصنع أفلام مو بس نتشربها من غيرنا تحية لقصصنا المتنوعة والمختلفة أشكر كل فريق العمل وأقول لهم أنه كل تأخيره فيها خيرة لأنه انتظرنا كثير واليوم نحتفل بهذا الشكل أنت ما ركبتي موجة التفتح والانفتاح عشان تشتغلي أنت كنت ابتديتي قبل وكان تكملة لكل شيء موجود سواء في الأعمال الاجتماعية سواء بالقضايا اللي أنت مؤمنة بها ووصلت لك أصلاً لموضوع أنك تصوريها وتقدميها للناس بالضبط لسوك بقى أيو شوية أوكي من وين طلعتي يا بنتي؟ من وين؟ من وين جيتي؟ من أي كوكب نزلتي؟ خبريني شوية عنك. Your childhood.
يعني اعتقد اول ما قلت من اي كوكب جيت حقيقي حسيت يعني حسيت رجعت بي الذاكرة لحوارات تجمعني ما بين أبويا وأمي، بيئتنا في البيت، تعطشنا للمعرفة. الاثنين أمي وأبويا أكاديميين بطبعهم، شغوفين للعلم وللمعرفة. فأنا حتى اليوم لما ناس كثير مثلا تسألني أنه هل درست سينما، أقول أنا ما درست سينما التكنيكاليتيز حقت السينما أو تقنيات السينما، أنا درست محتوى السينما. وهذا بالنسبة لي كان جدا أهم، لأنه التقنيات والأسس والهاو تو بتجي يعني it's in a book and it's on the ground. أقدر أروح أتعلمها من تجربة، وأقدر أتعلمها من كتب ومن أشخاص، لكن المحتوى هو اللي أنا كنت أتربيت كل سنين عمري أتشربه. وكمان جيل كبير من يعني مجتمعنا السعودي تشرب سينما العالم. صح. من الكويت لمصر لهوليوود، وبعدين لما كبرت صرت كمان مهتمة في الأرت هاوس، فتعرفت على السينما الأوروبية الصامتة اللي أهلي وقتها قالوا لا خلاص إحنا كذا وبس. إيش الفيلم الصامت هذا اللي ساعتين وإحنا قاعدين يعني you know، لا خلاص we want some events. بس تتعلم كيف إنه المحتوى جدا ضروري والرمزيات، لأنه السينما مرة تشكل مجتمعات كمان. يعني شكلتني وأنا صغيرة، الأشياء اللي تفرجتها كنت أسمعها طبع الأطفال كده. بس أنت كان دايما عندك هذا حلم بحياتك، لأنه أنت went بطرق ثانية يعني حتى تخصصك دراستك. صح. فكيف وصلتي يعني يمكن لعدم وجود بنية تحتية للسينما، أو ما كان في ما كان في هذا المجال واضح وصريح إنه تقدر تشتغل فيه، فاضطريت إني ألف وأرجع أو أدخل من باب جانبي. الباب الجانبي طبعاً عزز لي اليوم دوري في السينما، لكن يعني أنا من وأنا صغيرة جداً كنت أرسم. طريقة تعبيري كانت الرسم، كنت صامتة جداً، أنكسف وعندي درجة حياء ما هي طبيعية، فما أتكلم، لكن على طول لو أنا في موقف مثلاً محرج أو اتضاربت مع أحد ولا شيء على طول تلاقيني برسم، وبرسم المضاربة، يعني برسم الموقف اللي عديت فيه. فالسنين وسنين كنت أرسم لوح، أويل بينتينج، باستيلز، كل هذه الأشياء. فكنت الرسامة في البيت، بعدين صرت الشاعرة، بدأت أكتب، بدأت أتصاحب على الكلمة. أمي كاتبة، أبوي دكتور نفسي، فعندنا هذه يعني الالمنتس في البيت. بدات اكتب، وزي ما قلت انه تصاحبت على الكلمه، صاحبت على كيف اني اقدر اترجم افكاري بدل من رسم الى كلمات. وطبعا كنت بتشرب زي ما قلت الاعمال الاخرين اللي في بعض الاحيان كانت ترمز لنا نحن، أو بصفة غير مباشرة بطريقة غير مباشرة كانت برضو ترتبط بي أنا كطفلة. مثلاً أفلام زي Pay It Forward أو زي ماتيلدا أو زي يعني School of Life، المعلم اللي بيحاول يعلم طالب الطلاب في المدرسة بشكل غير تقليدي. كان كل هذه الأشياء يعني حقيقي أنا the film ends and I repeat and I watch it all over again. Vacation is truly a hero's journey. Let me take this journey with you. أهلك مع 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 نضوجك السريع ومع اهتماماتك بأشياء يمكن ما كانت اهتمامات بنات جيلك؟ أعتقد برضو كان في صعوبة من ناحية مثلاً لما جيت دخل جامعة، لأنه لما دخل جامعة كان ما كان في هذه التخصصات، فأنا درست علم نفس هنا في جدة، ما سافرت للبكالوريوس، سافرت للماجستير which comes later. بس يعني من وأنا صغيرة كان مثلاً في احتواء بشكل عفوي، يمكن ما شافوا أني حتخصص أو حشتغل في هذا المجال، لكن
أتاحوا لي الفرصة إني أكتشف في مدة سنين معينة. فمثلاً بابا قلب غرفة معينة كده في البيت إلى هذه غرفة الرسم حقت فاطمة. ماما نفس الشيء قلبت هنا عندي في استوديو غرفة خلاص هذه غرفة الرسم حقت فاطمة. أول ما تدخل غرفة الرسم ممكن أنا أعيش فيها فان فاطمة بترسم لمدة جدا طويلة. يعني كنت بهذا الشكل أتبنوا أو حيوا موهبتي. ما أعتقد أنه كان عندهم بعد النظر اللي ممكن أنا أشتغل في ذا المجال بهذا الشكل. كان عندهم بعد النظر أنه فاطمة حتشتغل في ذا المجال بس مثلاً هندسة معمارية يعني تخصص كان مألوف اجتماعياً أنه فاطمة تتخصص فيه. لكن السينما لأنه كان غريب بالنسبة لنا كمجتمع سعودي غير متاح مو غريب غير متاح أفضل أيوة استخدام دي الكلمة. ما شفنا أنه هذا الشيء حيجي. فيمكن أول دور أخذته بركة يقابل بركة كان شوية نوعا ما مفاجئ. إيش راني الحرمة المنخولية دي عارفة ومكشوف حجابها حقيقي؟ إيش راني نحارتك المتخلفة دي من وراها أي فايدة؟ صرنا متخلفين وما إحنا قد المقام. أنا مو عبد عندها. طلعت لهم الطلعه ايوه ويعني دائما طبعا احييهم على احتوائي وعلى تقبلهم وعلى يعني احتواء حتى مفاجاتهم او اخذهم بانه اوكي بنتنا بتشتغل في هذا المجال بس طبعا برضو كان جدا مهم انه هم يؤمنوا انه هم حطوا فيا وغرزوا فيا مبادئ مره مهمه على اساس انه they trust انه فاطمه will take it to somewhere good. I think هذا المهم مرة بالنسبة للعوائل إنه what you instill in your kids will be in your kids. صح. فtrust that you put it in them. لازم نزرع هذا الشيء بأولادنا. أيوة. فعلاً نشوفه. هو. السؤال الكليشي إيش أخذتي من الوالد وإيش أخذتي من الوالدة؟ أخذت من الوالد يعني النقد البناء لأعمالي إني ما أشاركها غير لما مرة أؤمن إنها نضجت وإنه الأعمال يعني بصفة مستمرة هي بتكبر وبتنضج ولكن يعني يمكن في دراسة مستمرة للذات وللأعمال اللي بتطلع من الذات. أخذت من ماما إنه لا يعني قد ما اشتغلت وقد ما يعني حطيت في أعمالي لازم يكون في ديدلاين عشان هذا العمل يطلع. لأنه لو طول الوقت قاعدين بس نشتغل في الأعمال نشتغل في حنقعد 15 سنة نشتغل في عمل واحد. صح. فماما is more practical ومن خلال more discipline. بابا أكثر فلسفي حواري يحب يتحاور في كل شيء يحب ينقد كل شيء. فيمكن هم الاثنين مزيج جدا مهم. طبعا عمل فيه معركة داخلية اللي هو قد إيش أشتغل على المشروع وقد إيش أقول إنه خلاص هو جاهز يلا للانطلاق. I'm like بابا وماما you need to solve this. بس يعني هو حوار حلو ومهم انه يكون فيه صراحة. ما عانيتي من الاكسبكتيشنز بتاعهم بنتنا وين لازم تكون او انتي وين لازم تكوني او وين حطوكي؟ ما كان فيها يعني يمكن اول ما تخرجت من هارفارد كان فيه بالذات انه اول ما تخرجت سويت بركة. اوكي. فكان فيه توقع يعني ستاندردز ما اعتقد بس من امي وابويا لكن اعتقد من المجتمع المحيط. توقع جدا كبير بالنسبة لهذه البنت السعودية اللي جاية راجعة بشهادة يعني ايفي ليج وجدا محترمة وشيك قوي طبعاً. انه مسيرة معينة لها كأنها خلاص اتقولبت يعني بشكل معين. انا هذه الرسائل كلها تبنيتها وآمنت فيها وتشربتها فصارت جزء مني. فصرت حتى انا يعني في حرب داخلية قد إيش لازم أتنازل على هذه التوقعات وقد إيش لازم لا أتبناها وأعيش بيها. فكان جداً مهم أني أقنع نفسي أنه أوكي أني أجرب شيء ما حد حطني فيه أو ما حد شافني فيه. أو جزء من مفاجأة الآخرين هو مفاجأة نفسك. صح. يعني you're surprising yourself برضو. أعتقد في بعض الحوارات اللي لا كان ضروري أني أجربها على أساس من خلال التجربة يخلق الحوار. ليش فاطمة بتسوي كده؟ والله فاطمة كانت ترسم من وهي صغيرة. How didn't we see this? It actually came as a natural, you know, outcome to that child. ما هو مرة شيء مفاجئ. طيب بس قبل ما انتقل على شيء ثاني ونقفل موضوع العائلة. How proud you were مع أمك هالمرة وشفناها
وشي براود شو حسيتي؟ الصراحة كانت يعني أنا من شهر تقريبا أول ما عرفت إنه يعني الجدول حق المهرجان بعت لي ماما إنه you're gonna walk the red carpet with me. فكان في كده شوية denial أو اللي هو أيوة طيب أوكي تمام بيجي اليوم ويصير خير. ألين ما جاء اليوم وقلت لها ها إيش هتلبسي ويلا let's see options. يعني حمشي السجادة يعني قد إيش حيكون يعني تصوير وما أعرف إيه. قلت لها يعني حيكون إيه overwhelming, حيكون في كاميرات, حيكون في إعلام, بس it's okay لا تخافي يعني كلنا النساء داخلين مع بعض. وحبيت إنه كمان أختي جات معاي, أختي الصغيرة, حبيت إنه يكون يعني دخلتنا مع بعض في فيلم بلوغ, لأنه فيلم بلوغ حقيقي يسلط الضوء على النساء بجميع أنواعهم, مو يعني مو صنف معين أو موضوع معين أو شكل معين. دخلنا موجة نسائية من الأربع مخرجات, كانت الخامسة اعتذرت عن حضور الأعمال, وأمي وأختي وعائلاتنا والأبطال طبعاً بطلات العمل. يعني it was less of a spotlight على ماما, ويمكن هذا شوية يعني طبطب الموضوع وليس يعني yeah. أسمع, في أحد جاء كلمك؟ ماما حكا فصل. أنتوا كم واحد في العائلة؟ لا ما شاء الله نحن كثار. قديش؟ يعني total we're 10 ما شاء الله. أي بس أمي وأبوي اتطلقوا من وأنا صغيرة. اثنين, إحنا ثمانية. أنتوا ما شاء الله. Yes, we're 8. واو. Same parents ولا same parents. أو yes, ما شاء الله. لا إحنا متشعبين. لا أنا عندي one brother from another marriage. Yes. Okay. بس لا إحنا we're total 8. I think حلو البيج فاميلي. حلو. يعني فيها كثير مغامرات. مرة. أيوة صراحة. أتفق. وتلاقي كاركترز مختلفين. Yes. وتلاقي مش عارف إيش. دفنحنا. أحياناً ما بنشبه بعض بالمرة, لا شكلاً ولا مضموناً ولا في الاهتمامات. صح. وهذا اللي بيخلق ريتشنس. صحيح. الموجودة في الواحد يعني أوريدي مجتمع صغير جوا بيت. بالضبط. هو من جد مجتمع صغير حقيقي. ونبدأ نتعرف على الفروقات اللي بيننا وعلى حتى أشياء تشبه يعني في مرات تقترب من أحد في فترة معينة تبتعد عنه, بعدين فترة ثانية تقترب من أخ آخر أو أخت ثانية. And it's nice, it's like كأنه انعكاس للمجتمع الأكبر. صح. وكيف أنت برضو تتقبل الاختلافات وفي نفس الوقت تقعد في طاولة الغداء واحدة وتأكل الوجبة الرئيسية مع بعض. And it's normal. جوا هالمجتمع الصغير اللي في البيت هل كان في ناس معارضة شغلك؟ مش معارضة يعني إنه مو شرط. أيوه. حتتعب يعني حتمشي شوي وبعدين. أيوة. أعتقد إلى الآن يعني يمكن في نظرة معينة إنه إرهاق. عدم تفرغ في بعض الأحيان, قد إيش الفترات اللي بنحطها في يعني أعمالنا هي يعني مجزية أو إنها تديك مكافأة بعد هذه الجهود والفترات الطويلة. ففي تساؤلات طبعاً, لكن في أعتقد برضو إيمان معين إنه we need that كمجتمع. ومرات دائماً شيء يعني مرة أشوفه يعني جدير بالاهتمام هو إنه مرات لما يكون الموضوع يخص الغير نفرح به, وبالعكس الله شوف كيف فلان عمل واشتغل وعمل فيلم, لكن لما يجي عليك طب فينك, طب ما جيت على الغداء, طب إيش عملت, طب ليه مسافر شهرين. ففجأة نضطر إنه لا دقيقة we don't want our sister to go through all this لأنه بتبعد. بس طبعا يعني الحلو في الموضوع انه في ريوردينج. يا ريوردينج. يمكن مجال السينما الريورد يجي متاخر شوي, متاخر بياخد وقت. يعني اعمالي كلها في المهرجان اتصورت سنتين الى سنه, الى اخر عمل اللي هو روت 10 او سكه طويله كان من 9 شهور. فتخيل يعني اقل عمل مكافاته جات بعد 9 شهور من تصويره. It's a lot of patience. اكيد.
أفتكر قد إيش أثرت في نفسي القصص، وأفتكر قد إيش أدهشتني قصص جدي وجدتي بالتحديد، وتركتني مع حنين لمدينة جدة صعب التفسير. في العالم كله فانتازيا حلوة وفيها شوية توابل مش حلوة، قديش وظفتي دراستك في علم النفس في هذا الشيء؟ و where you always on ولا you switch off أحيانا بين الأشياء الريل عشان ما تتعاملي مع الناس بطريقة مش حلوة؟ يعني طبعا علم النفس دائما شغال معي، بالذات يعني كممثلة ويمكن ككاتبة، كمخرجة يمكن في التعامل مع الممثلين، لكن كممثلة all the time. يعني الجوانب النفسية للشخصية، علاقتها مع الآخرين، علاقتها حتى مع المحيط، الذكريات اللي مكونتها مع هذا الكتاب versus مع هذه الشمعة، يعني just creating connections مع كل شيء حتى لو ما كانت مكتوبة في النص. هذا كله يجي من أكيد يعني الممثلين بطبعهم يشتغلوا على هذه الأشياء، لكن مجالي في علم النفس يعززها أكثر. في الكتابة I'm very picky، يعني حتى في اختيار النصوص اللي تعرض علي دائما أهتم، حتى لو شخصيتي، ويمكن الناس يلاحظوا أنه أنا مرات أخذ ضيفة شرف، مو دائما أخذ أدوار بطولة، لكن أهتم أنه ضيفة الشرف هذه الجزئية جدا صغيرة تكون مكونة تكوين حرفي، تكوين إنساني، يعني في أرك، في شخصية، في بلورة، في إنسان، ما هو باربي. أول ما يكون في خلل في النص على طول تلاقيني I'm trying to work it out. لو أني شفت فيه يعني إمكانية جدا حلوة لهذه الشخصية أنها تبلور بطريقة أفضل، تلاقيني على طول أقول هل في مجال أنه نشتغل أكثر على هذا النص ولا لا؟ أنتوا حتصوروا يعني جدا قريب مثلا أو بشكل سريع. فاطمة، to be a deep person شيء بيساعد ولا شيء مرهق؟ شيء جدا مرهق. شيء جدا مرهق، لكن برضو احس انه لي ريورد زي السينما، يعني تصبر لكن في الاخر عندك كيان معين بتكونه. هي كلها خطوات، وانا اؤمن انه كل ما التزمت بخطوات معينه حتى لو ما كانت كلها شفافه ومعلن عنها، تحطها في جزء من اعمالك and one way or another it will manifest. كله بيظهر، كله بيطلع، بيعرض بطريقه ان شاء الله يعني يكون لها محلها ويكون لها كيان. هو I think الشطاره والنجاح لما يوصل واحد يعمل بالانس بين اللي هو والايش الناس تحب، عشان بالنهايه انت بتقدمي غير المسجز اللي اكيد دسمين وحلوين، بس في فرجه سينمائيه الناس تحب تشوفها. Exactly. واشياء لايت احيانا، اشياء يو نو. وهذا هو انه يو باكج الوعي حقك او المعرفه، تغلفها ويعني تحطها في قوالب مسليه، دراميه، حبكات حلوه، كليف هانجرز، الانسان يفضل طول الوقت مشدود يتفرج. صح. لانه كمان غايتنا انه جمهورنا يستمتع. هذه هي definitely. يعني احنا كمجتمعات تفرجنا كثير افلام، لكن ما ابغى لما انا اجي اعمل فيلم بعد 5 دقائق يقولوا ايش ده، يملل ابغى اطفيه ولا احد ينام. لا، صح. We want to keep them on. اي، فهذا ياخذنا لها الأوراق الموجودة اللي أنا حسيت إنه فكرة جداً رائعة. بيسكلي فكرة مشروع القصة الأخرى جاتني لما تخرجت من الماجستير، رجعت على السعودية، كنت دائماً ألجأ لقصص في أمريكا لما كنت عايشة هناك، كنت أحس إنه من أكبر البروفيسورية الأكثر وعياً بيسألوني نفس الأسئلة عن بلدي وعني وعن حياتي اللي أبسط البسطاء كانوا يسألوها، وكان دائماً ألاحظ نفسي إني بلجأ للقصة. إنه it was the best source, it was the best thing, it was real. كان عفوي، كنت أنطلق من خلاله، كنت أديهم قصص من حياتي. فلما رجعت بدأت أصور بركة يقابل بركة، وفي نفس الوقت كنت صممت مراكز تجميع قصص. كل مركز تجميع قصص عبارة عن خشب. It was always يعني I used wood and paper for the entire concept of the project.
وكان يجمع ورق أو يحط يضم ورق وسندات أقلام ويعني زي بوكس لجمع القصص ولوحة مكتوب عليها اكتب أو شارك قصتك معانا. القصص كلها صفحة واحدة A4 بخط اليد ومن غير اسم. في بدايات 2015-2016 كان شوية في استحياء يمكن أو حياء من يعني مشاركة القصص بشكل يعني منطلق فيه يعني أو كان في يعني كسوف نوعا ما كنت ألاحظه فيك وأنا بقرأ القصص. لكن السنة اللي بعدها بدأ لا في انطلاق ويمكن هذا كان سبب إنه الناس بدأت تثق في المشروع. أنا دائما كنت جنب المراكز تجميع القصص بنفسي بتكلم عن المشروع بتكلم عن the power of storytelling وكيف إنه يكسر الأنماط أو الصور النمطية يجمع ويشارك إنسانيتنا بشكل جدا غير مباشر ومرات مباشر. وكنت في نفس الوقت بعمل فن أدائي اللي هو بكون نصوص. النصوص هذه كانت بلورة أو إعادة بلورة لكذا قصة مع بعض فكنت أشركهم مع بعض على أساس أنه يصير كأنه في ملتينج بوت ملتينج للقصص لدرجة أنك أنت تظن أنه هي قصة واحدة أو الراوي هو راوي واحد بس just manifests قد إيش نحن حقيقي ممكن ما نعرف فين تنتهي قصتك وتبدأ قصتي لأنه كلنا نتشارك في مواقف جدا يعني مختلفة حياتية. الفن الأدائي هذا عمل ضجة في المجتمع. سافرت بي إلى بوينس آيرس إلى باريس إلى الإمارات إلى القاهرة إلى جدة والرياض وما إلى آخره يعني. وكان كل ما نعمل بيرفورمنس في بعض البيرفورمنسز كانت تضم أكثر من مؤدي وفي بعضها كانت بس أنا. كل ما نشارك فن أدائي كل ما الناس تجي إيميديتلي بعده وتقول كيف أقدر أشارك قصتي لأن يكون في زي يعني أنا أحس إن القصص فيها عدوى يعني أنا لو قلت لك قصة تقوم على طول تقول إيوه وأنا صار لي كذا 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 فهذا وأنا كأنها دعوة يعني جدا عفوية للحكواتي اللي فيك وبس eventually يعني 4-5 سنين الآن publishing the first book stemming من المشروع حلو إن شاء الله very nice. أحب الفتاة التي أصبحت أحب الحياة التي اخترت رغم أنها ليست مثالية. To wrap up القصص والمواضيع وhow deep you do your research عشان تعملي شغلك هل كنت بتعاني من نظرة الناس برا السعودية للبنت اللي لابسة كاسكيت تحتها في المخرجة والممثلة والكاتبة عشان يكون صريحين مع بعض منذ سنتين ثلاثة كل اللي بيقولوا انه في فيلم سعودي او مخرجة سعودية ايه هذه واحدة دلوعة عندهم فلوس open budget اكيد انه حيجيبوا ناس من برا وهم بس حيحطوا ويسجلوا اسمهم على اساس ان هم مخرجين وكاتبين واو yeah, so this هذا النظرة اللي لازمت كثير من الأعمال الخليجية على أساس أنه الخليج ما عندوش مواهب الخليج ما عندوش مخرجين رغم أنه هذا أكيد جدا غلط كنت بتواجهيها؟ كنت أواجه كثير أشياء يعني أعتقد يمكن أنا سلمت لفكرة إيش العالم يقول عننا ودائما أذكر نفسي وفي أي ظهور لي أقول أنه لما ما يكون عليك الضوء أبدا لما تكون منك معروف أسهل أنك تنعرف من أنه لما أنت تعرف بشكل سيء صح لأنك أنت لما تعرف بشكل معين صعب جداً أنك تجدد من تشكيل هذه الصورة لكن لما ما تكون معروف لما تكون صفحة بيضة ممكن ترسم عليها أي شيء وبتكون هذه الرسمة واضحة وصريحة أما لما يكون فيه خربشات جداً كثير وأنت تضيف أي شيء تقول هذا أنا اللي رسمته هذا أنا
ما راح تبان رسمتك وسط كل الخرابيش. أنا بالنسبة لي كان يمكن يعني ما استسلمت لكن تسامحت مع هذه الخرابيش، وصرت أقول رغم كل الخرابيش أنا حرسم بلون مختلف، واللي يبغى يشوف هذا اللون أهلا وسهلا، لكن اللي ما يحب يشوفه فهو عنده عمى ألوان، وهذه مو مشكلتي. حلو. يعني حقيقي مو مشكلتي، الإنسان هو يراجع نفسه، هو ترجمة لذاته، هو ترجمة لفكره، هو ترجمة لمعرفته لخبراته، وأنا ترجمة لنفس الأشياء. حتى في بعض الناس ما بيعرفوا فاطمة كانوا بيقولوا مثل المسارة، بيقول دي الخواجات، دي الخواجاتية اللي جاية من برا، هاي دي عاشت برا وتولدت برا فجاية بالفكر الأجنبي وحتى الشكل الأجنبي، ف أنا تولدت هنا. She doesn't belong للمجتمع اللي هي عايشة فيه، إنه هي من هنا. أنا من هنا ومن هذا المنزل وهذا استوديو أنا كنت فيه من وأنا صغيرة. أمي بدأت فيه أول مركز أو معهد يعلم البنات، خاص متخصص للبنات للفتيات، كانت تعمل من أوائل مراكز الصيفية، ما كان متعارف عليها في جدة أبداً. كان هي وعمتي عندهم مركز، وتعرفت على نص بنات البلد من هذه المراكز اللي كنا نتعلم فيها كثير أشياء، من أتيكيت إلى تعريف الحب إلى الرياضة إلى الكمبيوتر وبدايات الإنترنت. ويعني حقيقي تشربت المعرفة من والدتي اللي فتحت يعني آفاق لي، مو بس لبناتها، لبنات المجتمع. كثير من البنات اللي اليوم أفلامي بتعرض يعني في المهرجان بشوفهم في السينما وبسلم عليهم، ولمن يشوفوا والدتي يسلموا عليها بذات الشغف اللي وإحنا تاني ابتدائي وثالث ابتدائي ورابع ابتدائي كنا ننضم في كيان يعني تعليمي ومعرفي جدا يعني كان يمكن استثنائي في وقته. حلو كتير، حلو كتير. طيب بس عشان تورابب أعمالك، أنا للأسف ما حضرت كلها، لكن امبارح حضرت تشامبيونز الأبطال وحسيت أنه هالجد كان في جرعة حلوة وخليط مزيج بين الإيموشنز والتأثر وبين الكوميديا. عمل إنساني راقي جدا، عمل سينمائي أدعو كل الناس يروحوا يشوفوه لأنه حتاخذوا جرعة متعة رائعة. فthis combination is so beautiful. الحمد لله. يعني هو يمكن نرجع لنقطة أنه مو كل الرسائل اللي ليها معنى وليها غاية وليها أهداف لازم تكون مملة. لا، أنا يمكن لما كنت في الأكاديمية كنت أبدو مملة بعض الشيء وكثير من الشيء الصراحة. كنت نقول عنك The Nerd. إيه The Nerd وكثير أشياء، أو يعني Lost in Translation إيش قاعدة تقول. بس لما دخلت السينما الرسائل هذه تصير فيها انطلاق، فيها زي ما قلت ارتباط، تضحك وتدمع في نفس المشاهد، تحس بأنسنتك بمشاركتك يعني الحتمية مع الأبطال. وطبعا هذا الفيلم يعني أنا أعتقد صنع من أبطال ولأجلهم، وهم الأبطال الحقيقيين. يمكن ذوي الهمم في مجتمعاتنا، وما أعتقد أنه في المجتمع السعودي فقط لكن في العالم، في العالم كله يعني يتم احتوائهم في مراكز خاصة، في بيئات خاصة، ما نشوفهم في المجتمع. مهم جدا انه نشوفهم ككيان، ندمجهم معنا. بالضبط. فان شاء الله يكون يعني هذا الفيلم دعوة لكذا وبداية لاخراطهم في المجتمع وفي الكيان الاجتماعي ككل، وبشكل جدا عفوي حقيقي. كان الريسبشن والاستقبال اكثر من رائع، انا فاق تصوري الصراحة. الناس، عدد الناس، كم الهائل استقبال. كمان يعني مركز العون جاب أطفال ثانيين ما كانوا مشاركين في الفيلم عشان يتفرجوا على أصدقائهم وهم في هذه الأدوار. أهالي عندهم حالات مشابهة استدعوهم وجو أطفال من يعني أنا بنت أختي جات صغيرة، يعني يعطيها العافية أنه عمرها 5 سنين برضو جات وشافت الفيلم. الفيلم عائلي بطبعه، مسلي، مضحك، ولكن خلينا نراجع نفسنا في بعض الأحيان. أرجع مع الكورة، أرجع. يس، اديني حضن. تروح مع الهجمة وترجع مع المرتدة، أوكي؟ وأنا ما أدري، إيش تقول على الكورة؟ 2022 حتحمل أشياء جديدة ومفاجآت جديدة؟ إن شاء الله. حيكون فيها وقت لنفسك؟ أتمنى وبشدة صراحة. ضروري. يعني ما حأقدر أثابر أو أكمل في خلق أعمال والإبداع فيها أو التفنن فيها غير لو أنا سمحت لنفسي أنها يعني
تاخذ لحظه. اي لانه بعدين كيف يعني حياتنا الخاصه لازم احنا كمان بالضبط. أيوه. لا وانا يعني هذا الشيء اعتقد جدا مهم. يمكن في فتره زي مثلا فتره المهرجان انه كنت في مهرجان القاهره وبعده مهرجان البحر الاحمر، فكنت حقيقي اعتذر من العائله يعني بس اديهم هيدز اب نوتس يا جماعه الخير انا احبكم اتمنى ما تحسوا بالتقصير لكن حقصر يعني حيكون شكلي مقصره اديهم هيدز اب بس ما احب انه هذه الفترات تطول. صح. فاول ما مشروعي يخلص على طول بدي وقت للعائله وقت للاصدقاء الحكاوي اللي تطلع والتجارب اللي مضت. فدايما عندنا راب اب سيشنز كذا انا والاصدقاء اللي هو اوكي ايش صار هنا ايش صار هنا ووقت للذات يعني البحر نحن انا بنت البحر. أيوة. إيه. البحر ينتظر. فاطمه ايش ميزه الجداويين اهل جده؟ يمكن يعني اعتقد كسعوديين نحن جدا نحب الناس نحب استقبال الاخر مضيعفين بطبعنا واعتقد يمكن في السنين اللي فاتت ما كنا قادرين نمارس هذه المضيافه يعني الشخصيات المضيافه هذه الان جاتنا الفرصه ويعني بانفتاح جدا جميل اي جده يمكن اللي يميزها انه بيوتنا مختلفه طرازنا مختلف اكلنا مختلف عندنا يعني من كل بحر قطره اعتقد هذا الشيء يضيف لنا انه الكل ممكن تحس انك تشبهنا لكن فينا شيء مختلف في نفس الوقت يعني يمكن هذه مدن البحر تمتاز بهذا الشكل يعني عندنا كلنا اعتقد مدن البحر سواء يعني في اي مكان في العالم نمتاز بصفه الانفتاح او الاستقبال يعني منفتحين على بعض وجده تاريخيا كانت هكذا اكيد مو شيء جديد علينا Being a full package, this شيء حلو ولا متعب إنه I have to be on the red carpet, أنا face of Cartier, أنا لازم ألبس مع عند كوتير مش أنا ألبس بس هم اللي بيتقدموا إنه يزينوك على red carpet. It's hectic, متعب بس إنه it's nice. It's nice. It's nice. هو متعب. لكن كل يوم يعني تجدد الطاقة. وفي فرق تساعدك الصراحة يعني from hair and makeup إلى الكوتور الملابس دور الأزياء فريق إدارة الأعمال الانترفيوز يعني أنا قبل ما أنزل هنا قاعدة أكتب انترفيو 10 أسئلة عن مسيرتي من وأنا صفر إلى اليوم يعني في طبعا أنا كمان يعني جدا دقيقة ما أحب أحد يكتب بالنيابة عني أحس صوتي يعني ضروري أنه يظهر فيمكن هذا يزيد يعني عائق لكن انا بجيبه لنفسي فما اقدر اعلق لكن الفرق هذه جدا مهمه انها هي تساعدك وتريحك يو نو ايش برجك انا ميزان اوكي انت اسد اوه اسد فيري نايس حلو الاسد عند الرجال متعب مع نفسه وحلو مع الناس ايوه متعب مع نفسه هو كمان نفس هذا ما بيخلي الناس تكمل ايوه أنا كتير تعب إنه تدلجيت لازم صح. أنا بالتفاصيل وهدول الناس تبع التفاصيل متعبين مع نفسهم ومع اللي حواليهم الفاصلة مهمة الواو مهمة كل شيء مهم ما بحب نعيد الكومنت مرتين لا إحنا فاطمة what a great لقاء والله شكرا لك يعني I was so intrigued إني أتعرف شوي رغم إنه وقتنا خطفناها بين 50,000 شغلة فعن جد thank you so much thank you استقبلتينا في your atelier بالعكس أهلا وسهلا بكم I'm wishing you all the best thank you so much thank for you. having me